مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. هذا كلام مباشر على المباشر عبر الشروق الإخبارية في عدد جديد نبدأه بهذا الإنزال الوزاري لكثير من الولايات. عدد من الوزراء قاموا اليوم بزيارات ميدانية، ربما هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي كان قد أصدرها بمناسبة مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر الجاري، حين أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطن وإيلائها الأهمية القصوى. أيضا تذكرون في مارس الماضي كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأيضا خلال اجتماع مجلس الوزراء طالب بتقليص اجتماعات الحكومة قدر الإمكان إلا في حالة الضرورة. اليوم وزير المالية في عين الدفلة، وزير التكوين المهني في البوليدة، وزير العمل في تيارت، وزير الشؤون الدينية في تيبازا، وزير الطاقة في تلمسان، وزير السكن في تسمسيلت، وزير الشباب والرياضة في المسيلة، ووزير الصناعة في ورقلة. لدينا صور الوزراء في مختلف الولايات، وكانت هنالك أيضا مواجهة مباشرة مع المجتمع المدني مع المواطن. هذا الأخير ينتظر تجسيد القرارات على الميدان. هذه مثلا صور وزير السكن في تسمسيلت، وكما قلت بالأسماء مختلف الوزراء كانوا في مختلف الولايات اليوم. يتصادف هذا الإنزال الوزاري أيضا مع عرض قانون المالية التصحيحي أمام لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، وهي البنود التي تم تصحيحها أو الاختلالات بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. فهذه الخرجات الميدانية ربما تجعلنا أيضا نقف على تقييم أداء الحكومة في مختلف القطاعات. وتذكرون بأن الرئيس تبون سبق له أن صرح بأن هنالك تقييم مستمر رغم التسامح مع بعض الوزراء في بعض القطاعات خلال المرحلة الأولى في وقت سابق. سوف نتحدث عن هذه الخرجات الميدانية مع ضيفي عبر خدمة سكايب سيد أحمد خليفة وهو البرلماني السابق. أستاذ خليفة مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير الأخ قادة وللمشاهد الكريم، أهلا بك. طيب سيد خليفة، كيف تتابع هذه الخرجات الميدانية وما أهميتها في واقع الأمر على أو انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لك الأخ قادة وللمشاهد الكريم. أما بعد، لما نتكلم على الخرجات الميدانية للوزراء، هذا شيء جميل، يعني أن الوزراء يخرجوا إلى الميدان لمعرفة حقائق وواقع المواطن على أرض الواقع. ولكن نقول بالمقابل أن لا تكون هذه الخرجات يعني مرحلية أو موسمية أو يعني مرحلة يعني نزول يتصادف مع تعديلات حكومية أو ما شابه ذلك. نريد نزول حكومي ونزول للوزراء إلى أرض الواقع لتجسيد الإرادة السياسية اللي طلبها رئيس الجمهورية، يعني تكون دائمة ومستمرة وتخضع لبرنامج زيارات متواصل ودائم مع القاعدة، وليس النزول المفاجئ يعني نجون يعني إن تهبط يعني أو النزول يكون 20 وزير ينزل مرة واحدة ويغيب 4 أشهر أخرى. نريد النزول المتواصل الدائم المضبوط ضمن رزمة نزول لأرض الواقع، وليس للنزول يعني للنزهة أو قال رانا نزلنا من أجل أننا نزلنا باش نطبقوا الإرادة السياسية والتعليمات رئيس الجمهورية. سيد خليفة، يمكن ربطها أيضا بتعليمة الرئيس أو بقراراته في مجلس الوزراء سواء في مارس الماضي أو في بداية سبتمبر الجاري، وكان هنالك كلام مباشر وخطاب مباشر على أنه يجب تقليص اجتماعات الحكومة إلا بما تقتضيه الضرورة، وهذا يعني في المقابل أننا نخرج إلى الميدان من
المكاتب إلى الميدان، وليس عيبا أن يكون هنالك ضغط رسمي أو ضغط شعبي في نهاية المطاف. ليس مهما السبب الذي نزلوا من أجله، ولكن النتيجة التي ستحصل بعد خروجهم. طبعا نقصد الوزراء، ما رأيك؟ نحن نثمن القرار اللي داه رئيس الجمهورية ووجهه للوزراء، وقال لازم تقلصوا من الاجتماعات باش تنزلوا للميدان بتشوفوا واقع المواطن، ويكون المواطن هو رقم واحد ضمن انشغالاتكم. يعني مليح لما الوزراء ينساقوا مور هذه التعليمة تاع رئيس الجمهورية، وإحنا مدام ينساقوا وراء هذه التعليمة ويطبقوها، بغينا باش هذه التعليمة تاع رئيس الجمهورية تكون ضمن برنامج زيارات متواصلة ودائمة للإطلاع على المشاكل اليومية للمواطن، ويكون الوزارة أو القطاع باطلاع مباشر على المشاكل اليومية، وتكون هذه الزيارات دائمة ضمن برنامج مسطر ومتواصل. وإحنا نثمن مثل هذه الإجراءات اللي ادها رئيس الجمهورية، تقليص الاجتماعات والاجتماعات المغلقة وكذا، والمواطن يعوم في عدة مشاكل والوزارة ما على بالهمش، يعني المواطن فشراه المشاكل اللي راهي تحوم حوله. وبالتالي هذه المبادرة نثمنها ونشجعها، ونقول للإخوة الوزراء داوموا على الزيارات ووضعوها في برنامج زيارات متواصلة ودائمة حتى تطبق الإرادة السياسية على أرض الواقع، ويلمسها المواطن لمسا حقيقيا، ليس يعني خطابات أو كذا. يعني لما يشوف الوزير ويعطي تعليماته على أرض الواقع يعرف. صحيح، يجب أن يتابعها على أرض الواقع. أيضا هنالك من يقول سيد خليفة بأن هذه الزيارات تدفع إلى التقليل من الاعتماد على التقارير، وأيضا تمكن المسؤول من مواجهة الشارع، المواطن، المجتمع المدني الحقيقي طبعا، وليس المجتمع المدني الذي يصفق فقط. وتعرف أنت كم من تقرير رفع مسؤولا فاسدا إلى فوق، وكم من تقرير بالعكس أنزل مسؤولين يعني شرفاء ويعني أبعدهم عن مناصبهم. شوف الأخ قادة، يعني بصراحة المطلقة وبالتجربة المتواضعة بوجودنا في الساحة السياسية والمتابعة، شفنا باللي كثير من التقارير اللي تعطى على وضعيات معينة أو حالات معينة قد تكون مغلوطة وقد تكون غير صحيحة، وبالتالي النزول هذا قد توقع مقارنة بين التقارير المبعوثة وما بين التقارير المبعوثة وبين الواقع المعاش مباشرة أمام المواطن وأمام المسؤول. هذا لا يعني بتاتا أن كل التقارير مغلوطة وكل التقارير، لا بالعكس، هناك تقارير صحيحة، هناك تقارير كذا، ولكن التأكد من صحية هذه التقارير وإعطائها بعدها. يا سيدي هو جاء تقرير وقال بلي الوضعية مزرية في حالة من الحالات أو مليحة في حالة من الحالات، أنا هبطوا اللي نثمنوها واللي نصحوها وتكون الأمور متواصلة، والمواطن يشوف بلي هذه الحالة قد بعث، يعني تبعث تقرير في هذا المجال، وجاء المسؤول الأول على القطاع وقف على الحالة هذه وزاد أعطاه تعليمات وتوجيهات في أرض الواقع على أرض الواقع، وتكون مجدية ويكون هناك تنسيق واسترجاع للثقة ما بين المواطن وما بين المسؤول. أيضا يتزامن هذا أو تتزامن هذه الزيارات أو لا تنفي أيضا هنالك قرارات تتخذ من طرف بعض الوزراء في بعض القطاعات، مثلا بالأمس تكلمنا في البرنامج عن ثورة في قطاع التجارة، تغيير عبر أكثر من ولاية لمدراء ولائيين، نفس الشيء وقع في قطاع الصحة، قطاع التكوين المهني، كانت هنالك أيضا عمليات لتعيينات وإقالات وتغييرات في كثير من القطاعات. يعني أن الأمر يعني هذه التقارير ليست سلبية في معظم الأحيان، بل هنالك أيضا ما يعتمد عليه لإحداث تغيير في كثير من الولايات، أليس كذلك؟ شوف الأخ قادة، كاين نوعين من التقارير، التقرير الإداري والتقرير الأمني. التقرير الإداري اللي يجي من خلال الإدارة
اللي يطلع من إدارة إلى إدارة، وكاين التقارير الأمنية. التقارير الأمنية نخلوها على جانب، يعني ما تخص الجانب هذا تاع الجانب الأمني نحطوه على جهة. نتكلموا على التقارير الإدارية اللي تطلع على وضعيات معينة للمواطنين. هذه التقارير كثير منها، يعني كثير منها صحيحة يعني صراحة، وكاين هناك بعض التقارير اللي ما عندهاش يعني واقع، وما عندهاش يعني التقارير هذه ما لا تمت بصلة للواقع. لهذا هذه الزيارة قد يعني قد يعني زيارة الوزير راح يعرف الواقع للتقرير هذا، وراح يعطي يجازي كل إنسان قدم شيء إضافي، أو يعاقب كل إنسان اللي دار أمر غير مخالف للقانون. وبالتالي أنا هذه الزيارة الأخذ الأكثر فيها أو الأنفع فيها، وهو الربط ما بين المواطن، يعرف المواطن باللي المسؤول الأول على هذا القطاع راه واقف ويتابع في العملية، وهذا هو المهم. ليس المهم أن المشاكل تتحل، المشاكل صح لازم تتحل، ولكن هذه المتابعة والوقوف والمثابرة في إيجاد حلول حتى وتكون زمنية أو تكون ضمن مرحلة معينة، ولكن هذا الوقوف المستمر أمام المواطن ووجود المسؤول الأول في القطاع يمشي في الولايات ويمشي في البلديات ويمشي في كذا من حين إلى آخر ضمن برنامج موقع، يخلي المواطن في طمأنينة ويخلي المواطن أكثر أيضاً سيد خليفة. الأمر يرتبط أيضا بأداء الولايات، وتعرف كم من حركة تمت في سلك الولايات أو حتى رؤساء الدوائر، وهنالك مسؤولون محليون كثيرا ما اشتكوا على أساس أنهم لا يستطيعون تنفيذ مهامهم بسبب أداء والي معين أو لافتقاد وسائل العمل. مثلا هنالك اليوم في الصحافة حديث عن إلغاء 70 مشروع دفعة واحدة في ولاية يعني بومرداس مثلا على سبيل المثال. فلما كان هنالك اجتماع المجلس الشعبي الولائي قالوا بأنه لا توجد أوعية عقارية لتنفيذ هذه المشاريع. أيضا وسيط الجمهورية كان في البيض في النعامة تحدث عن 80% من الشكاوى التي ترفع إلى الإدارة تم الاستجابة لها، وهنالك تسريح أو إطلاق سراح الكثير من المشاريع الاستثمارية التي ساهمت في إنشاء مناصب عمل. يعني في نهاية المطاف هنالك حركية كبيرة، وهنالك اعتراف أيضا بأن الاختلالات موجودة في كثير من أداء المسؤولين، أليس كذلك؟ شوف الأخقادة هي التعليمات الأخيرة لولاية الجمهورية بعد ما رئيس الجمهورية أعطالهم صلاحيات واسعة، أعطالهم صلاحيات واسعة على مستوى الولايات، ولهذا الوالي أصبح هو المسؤول الأول، يقدر يقرر أي قرار سواء في أي قطاع، قادر يقبل مدير جمهورية هو رئيس جمهورية ولايته، هكذا وصفه الرئيس. نعم بالطبع، رئيس جمهورية في ولايته، وبالتالي هذه الصلاحيات قد تسهل عملية حل كثير من المشاكل اللي كانت عالقة. لهذا نشوف باللي كثير من المشاريع اللي كانت عالقة لما انعطت هذه الصلاحيات، كثير من الولايات استغلوا هذه الصلاحيات اللي اعطاهم رئيس الجمهورية وخلاوا المشاريع تمشي، ووصلت حتى كما قلت انت في كلامك 80% من الامور اللي كانت مطلوبة اتفتحت. ولهذا الصلاحيات اللي انعطت كاين هناك ولايات ثمنوها، وكاين ولايات لم يعني ما ثمنوهاش بقدر كافي. وانا نقول لك يعني انا راني مثلا في ولايه تشرف، انا نشوف باللي الان والي ولايه تشرف راه يثمن بهذه التعليمات، وخلى الكثير من المشاريع اللي كانت متوقفه راهي تمشي في للانجاز، وراهي ماشيه. حتى المسؤولين على المستوى المحلي داو نفس المبادره في خطى ثابته مع والي الولايه ومشاو. يعني واحنا نتمناو ان كل الولايات الوطن يستغلوا تلك الصلاحيات اللي نعطات لهم في الاتجاه الايجابي، ويسهلوا عمليه الاستثمار وعمليه فتح المشاكل وما الى ذلك، ويقفوا مع المواطن والزياره اليوميه. لان
نقول لك إذا كانت الزيارة للوزراء في الميدان كذلك تتطلب زيارة للولاة ورؤساء الدوائر وما إلى ذلك إلى أرض الواقع، ومن هنا يكون الربط ما بين القاعدة والقمة لحل المشاكل. ومن هنا نقول لك الأقادة اللي لازم المواطن يكون رقم في المعادلة في التنمية، رقم أساسي وضروري في معادلة التنمية. طيب بالعودة إلى هذه الخرجات الميدانية لعدد كبير من الوزراء اليوم، وأيضا تعليمات الرئيس بالتحرر من المكاتب وتقليص الاجتماعات الرسمية، برأيك هل هذا يمهد لشيء ما، لتغيير ما؟ تعرف أداء الحكومة خضع لكثير من الاعتبارات في السابق، أيضا كان هنالك تسامح مع أداء بعض الوزراء باعتراف الرئيس لمعرفة قطاعهم أو منحهم الوقت، ثم دخلنا في مرحلة المحاسبة والتقييم، وكان هنالك أيضا تغيير لعدد من الوزراء. ما يحدث الآن هل يمهد لشيء ما من وجهة نظرك؟ أنا نظن في اعتقادي البسيطة، في اعتقادي أن أكيد يعني نشم رائحة تعديل حكومي مرتقب لتقييم للوضعية، وضعية الحكومة وللأداء تاعها، وهذا شيء طبيعي يعني كل الحكومات يوقع فيها تعديلات وتغييرات وتجديد للدم الجديد وإعطاء نفس جديد يعني، وهذا شيء طبيعي. ورئيس الجمهورية له كل الصلاحيات القانونية وعنده كل التقارير اللي تخول له أنه يبني على أساسها تقييم أي وزير في أي قطاع، وهو مؤهل كرئيس جمهورية طبقا للدستور وطبقا لقانون الجمهورية أنه يعدل في 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 الحكومة. ونظن باللي أنه سنشهد تعديل حكومي وشيك في هذه الأيام القليلة. اقتضت الضرورة ذلك طبعا لصالح المواطن، خصوصا أنه يتصادف مع تصحيح الكثير من الاختلالات في قانون المالية. يعطيك صحة سيد أحمد خليفة، كنت معنا عبر خدمة أسكايب تعليقا على الإنزال الوزاري لكثير من الولايات. شكرا سيد أحمد خليفة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب كما قلت، قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي عرضه الوزير العزيز فايد على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كان ملفتا للانتباه ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة بنحو 13% إلى قرابة 9000 مليار دينار، لا سيما نتيجة تحسن الجباية البترولية. ولدى عرض هذا القانون قال الوزير العزيز فايت أن إيرادات الميزانية انتقلت بنسبة 12.97%، وكان هنالك اعتماد أيضا على المخطط الذي قدمته سوناتراك، مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027. أما فيما يرتبط بنفقات الميزانية قال الوزير أنه وجهت هذه الاعتمادات أساسا إلى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب. وهنالك أيضا إعادة تقييم عمليات تابعة لقطع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج وخط السكة الحديدية للتعدين بشار تندوف غار جبيلات. قانون المالية التصحيحي سجل بالنسبة لميزان المدفوعات أيضا ارتفاع إلى 7 ملايير دولار. وفي العموم يعني الوزير فايد قال هنالك تحسن في مستوى التوازنات الداخلية والخارجية، وهذا نتيجة الاستقرار النسبي في أسعار البترول الخام التي بلغت 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023، رغم أن أعضاء لجنة المالية والميزانية ركزوا في مداخلاتهم على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن، مواجهة الغلاء في الأسعار، وأيضا وضع مخطط تنظيمي للتحكم في أسعار السوق بدلا من ارتفاعها في كل مرة سواء في المناسبات أو حتى خارج المناسبات. للحديث عن هذا الموضوع معي الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن هادف،
عبر الهاتف. سيد عبد الرحمن الهاتف، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أخ قادة، وأهلا بكل تفضل فرجين قناة شروق نيوز. أهلا بك. طيب، يمكن القول الجبال البترولية مرة أخرى هي التي دفعت إلى تصحيح قانون المالية ورفع إيرادات ميزانية الدولة، هذا في جانب. البترول بقي متوسط السعر 81 دولار للبرميل، ولكن التقرير أو القانون يقول بأن هنالك نمو ب 4.9% في الناتج الخام خارج المحروقات. كيف يمكن قراءة هذه الأرقام واقعيا سيد هادف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول أولا يعني كنقطة نظام أنه قانون التصحيحي هذا يأتي في إطار القانون العضوي لقوانين المالية المعمول به حاليا، وبالتالي أصبحنا نتكلم على قانون تصحيحي وليس قانون تكميلي، وبالتالي هنا نأتي إلى تحيين يعني المعطيات على حسب الواقع اللي نحن فيه. وبالتالي حقيقة اليوم نرى أن هذه الأرقام هي في المجمل يعني ترجمة لسوق المحروقات اللي لا يزال يهيمن على هيكلة الناتج الخام المحلي في الجزائر، وبالتالي يعني ما تم يعني تصحيحه اليوم يعني بصفة كبيرة تأتي من خلال يعني الإعدادات اللي شهدتها يعني الميزانية في مجال يعني الجبايات المحروقات. في نفس الوقت خلينا نقول أنه بموضوعية ولكن يعني بنسبية في نفس الوقت، أنه فيه نشاط اقتصادي يعني موجود حاليا خاصة بعد يعني دخول حيز تنفيذ قانون الاستثمار وكذا، يعني فيه يعني كثير من القطاعات أصبحت اليوم يعني أكثر نشاطا مما كانت عليه من قبل، ونتكلم على القطاعات خارج المحروقات كالقطاع الفلاحي وكذا قطاع الخدمات وأيضا قطاع الصناعة ولكن بصفة أقل. وبالتالي يعني كل هذه المعطيات يعني أدت إلى زيادة طفيفة في نسبة النمو، وفي نفس الوقت يعني خلينا نقول أيضا هذا القانون جاء أيضا لتحيين الالتزامات يعني اللي كانت قامت بها الحكومة خاصة في مجال النفقات اللي اليوم نرى أنه فيه يعني فيها الأساتذة الجامعيين التي تم يعني ادخالهم وكذا في مجال التربية الوطنية، وبالتالي أصبح من الضروري أنه نعيد تحيين أيضا هذه النفقات والاعتمادات المالية الموجهة لهذه القطاعات. هي هذه يمكن الإشارة إلى الاعتمادات غير المخصصة المدرجة ضمن النفقات غير المتوقعة، هذا ربما أيضا يبرر هذه الزيادات أين تذهب. وهنالك حديث على توجيه هذه الاعتمادات إلى برامج بعينها، مثلا تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب، ما رأيك؟ صحيح، يعني كان فيه قرارات يعني خلال هذه السنة والتي لم تكن مدرجة يعني في بداية العام في القانون المالية الأولي، وبالتالي لما نتكلم على هذا القرار يعني المتعلق بالرفع من قدرات التخزين ويعني المنشآت القاعدية في مجال يعني تخزين المواد الغذائية وخاصة في مجال الحبوب، نرى أنه يعني كان فيه برنامج كبير تم إطلاقه مؤخرا، وبالتالي كان من المفروض يعني أيضا رصد الاعتمادات المالية لتجسيد هذه البرامج. نفس الشيء بالنسبة كما قلنا لقطاعات مثل قطاع التربية الوطنية، وإن تم يعني إقرار ضرورة إدراج الرياضة المدرسية، وبالتالي تم يعني تجديد العديد من الأساتذة في مجال الرياضة، وبالتالي كان من المفروض يعني أيضا رصد الاعتمادات المالية لهم وغيرها من يعني البرامج اللي كانت من يعني غير مدرجة. وهذا هو يعني دور يعني قانون المالية التصحيحي، ومن ضمن أنه من هذا الجانب يعني هي أمر يعني جيد يعني حسن، ولكن اليوم الإشكالية تبقى أيضا في يعني كيفية
تنويع الاقتصاد وخاصة في مجالات خارج المحروقات اللي اليوم من الضروري أنها تأخذ يعني أيضا مكانة أكثر في الناتج الخام المحلي. وأقص بالذكر يعني مجال الصناعة اللي من المفروض اليوم مع الظروف الجديدة، مع قانون الاستثمار الجديد، مع قانون النقدي والمصرفي الجديد، أصبح من الضروري أنه نرى أنه نسبة يعني مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الخام المحلي تتقي، لأنه اليوم هي في حدود 5%، وإحنا محتاجين يعني لتنويع اقتصادنا يعني نسبة أكثر من 10 إلى 15%. وبالتالي اليوم يجب يعني من خلال هذه الوضعية المالية، وكان الوزير المالية عند يعني حضوره في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تكلم على أنه التوازنات اليوم الداخلية والخارجية هي جيدة، وبالتالي اليوم من المفروض أنه نخصص يعني أغلفة مالية تمويل الاقتصاد وخاصة تمويل المشاريع المنتجة. اليوم هذا هو الرهان، يعني أنه نقوم باستغلال هذه الموارد، خاصة أنه فيه اليوم فائض في الميزان التجاري وفائض في ميزان المدفوعات. أصبح من الضروري أن نستغل هذه يعني الوضعية المالية في إطلاق مشاريع استثمارية تعود يعني الفائدة على يعني الانتاج الوطني من خلال الاداء الاقتصادي، وتعود بفائده ايضا حتى على الجبهه الاجتماعيه، لانه اليوم يعني من اولويات الحكومه وهو الحفاظ على كل يعني المكتسبات الاجتماعيه، خاصه الحفاظ على القدره الشرائيه وتعزيزها. وبالتالي يعني لما نتكلم على يعني ايرادات يعني من المحروقات اللي اليوم راح تفوق 52 مليار دولار بزياده اكثر من 6 مليار دولار على ما كان متوقع يعني في قانون المالية الأولي، يجب أن نوجه يعني نسبة من هذه الإيرادات وهذه الزيادات يعني إلى القطاع الاقتصادي المنتج. لما نتكلم على القطاع الاقتصادي المنتج يعني اليوم أصبح من الضروري. طيب أنت تتكلم وأنا أشير إلى بعض الأرقام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، نمو 4.9% مدفوعا هذا بقطاع الخدمات بنسبة نمو 4.8%، قطاع البناء والأشغال العمومية، ثم نمو القطاع الزراعي ب 5.4%، وهو الذي سيكون مدعوما بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عملية توسيع المساحات المسقية. هذا طبعا لتأكيد ما قلته بالأرقام. أيضا سيد هادف، ما تقييمك للصادرات والواردات؟ الصادرات تسجل 52.8 مليار دولار بزيادة 6.5 مليار، طبعا هذا بسبب ارتفاع صادرات المحروقات، والواردات واردات السلع هنالك أيضا زيادة ب 12.5% لتصل إلى 41 مليار دولار. حقيقة أنه يعني حتى الميزان التجاري نرى أنه هو ميزان يعني فيه فائض، يعني فيه أريحية مالية من هذا الجانب. وبالتالي اليوم كما قلنا في السابق أنه هذا يعني راجع أساسا إلى يعني السوق النفطية، ومن خلال يعني الكميات المصدرة وخذا من خلال ارتفاع الأسعار على الأسواق العالمية، مما أدى يعني إلى تحسن يعني هذا الميزان، وخاصة أنه اليوم نتكلم على معدل سعر السداسي ب 81 دولار للبرميل، ونظن انه يعني هذا الرقم راح يرتفع الى 85 دولار للبرميل مع نهاية السنة، لأنه كل المؤشرات تقول أنه يعني سعر البرميل في الأسواق العالمية راح يوصل إلى 100 دولار. وفي نفس الوقت نخلي نقول أنه هذه الصادرات أيضا يعني ولكن بصفة محتشمة نخلي نقولها وبكل موضوعية، يعني الصادرات خارج المحروقات فيه يعني حركية، فيه نشاط، ولكن من المفروض أنه تكون أكثر. يعني اليوم الانفتاح على الأسواق الدولية خاصة مع كل الآليات الموضوعة حاليا، وخاصة في مؤخرا تم فتح بنوك وأيضا فتح أيضا يعني منصات للمعارض على مستوى بعض الدول الإفريقية في إفريقيا الغربية، من المفروض أن أداء يعني التجارة الخارجية في مجال الصادرات خارج المحروقات أنها تتقي إلى مستويات أعلى. وهذا ما يعني كنت نقصد به يعني لما نقول أنه المفروض اليوم أنه نرفع من قدرتنا
الانتاجيه، لانه لما نرفع من قدرتنا الانتاجيه راح نلبي حاجيات السوق المحلي، ولكن ايضا راح تكون لنا قدرات يعني اضافيه للتصدير، وهذا يجب استغلال الاريحيه الماليه في هذا الجانب. يجب ان يكون عندنا تصور اليوم يعني مع سياسات قطاعيه خاصه في مجال الصناعه وفي مجال الخدمات، لانه اليوم حتى في مجال الخدمات اليوم خلينا نقول انه في امكانيات انه نرتقي الى اكثر من هذا المستوى، خاصه في مجال الاقتصاد الرقمي اللي ممكن انه يكون له دور اكثر. اليوم نتكلم طيب على نسبه استاذ هادف، ما يعني انت تتكلم عن اريحيه، وايضا الحكومه وزير الماليه قال عن تحسن التوازنات الداخليه والخارجيه للاقتصاد الوطني، ولكن المواطن البسيط وبعيدا عن لغه الارقام، كيف ما الذي يمكن ان نفعله حتى يشعر بهذه الاريحيه، بهذا التحسن في التوازنات الماليه، خصوصا ان الاختلالات الماليه او هذا القانون قانون الماليه التصحيحي انما جعل لهدف اساسي وهو تحسين مستوى معيشه المواطنين وايضا الرفع من مستوى القدره الشرائيه. بارك الله فيك سي قادر. هنا الإجابة راح تكون عندها بعدين. البعد الأول هو اقتصادي، من خلال يعني إطلاق المشاريع الاستثمارية مما راح يعطي فرص أكثر للعمل، وأيضا يعني راح يحسن من يعني المداخل المواطنين أتكلم يعني، ويرفع من يعني يعني وضعيتهم المالية. إذا كان فيه مشاريع فيه مناصب شغل يعني فيه يعني أجور أفضل، في نفس الوقت راح تكون أيضا ذات بعد اجتماعي. لما نتكلم على البعد الاجتماعي اليوم أيضا من المفروض كما كان يعني من بين التعهدات تاع رئيس الجمهورية أن نواصل في رفع أجور الموظفين وأجور العمال، يعني قال حتى 2024، وهذا أيضا مربوط يعني الحركية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية. وبالتالي من المفروض أن هذه الأرقام وهذه التوازنات الداخلية والخارجية والأرياحية المالية أنها تترجم يعني واقعيا للمواطن من خلال تحسن يعني في وضعيته الاقتصادية، من خلال يعني مناصب شغل اللي يعني تكون من تأتي من المشاريع الاستثمارية، من الصناعة، من التجارة، من الفلاحة. وفي نفس الوقت يجب أن نواصل في دعم، لأنه يعني رفع الأجور هو يعني راح يرجع إلى محرك الاستهلاك اللي هو بدوره راح يكون له أثر إيجابي على الدورة الاقتصادية. صحيح، شكرا لك سيد عبد الرحمن هادف الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف، يعطيك الصحة سيد عبد الرحمن، شكرا. ونذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده للحديث عن قرار سحب الجزائر تنظيمها للكان، وأمين قويري لماذا يعاقب بعد اختياره الجزائر بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا في كلام مباشر. بمجرد إعلان الجزائر انسحابها من سباق الترشح لاحتضان بطولة كأس إفريقيا سواء 2025 أو 2027 حتى انطلق النقاش والجدال، لماذا، كيف يعني، لماذا اتخاذ هذا القرار مباشرة عقب انتخاب وليد صادي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عقب لقائه برئيس الجمهورية أيضا، رغم أن هذا الكلام أو هذا الخبر تردد بشكل كبير في الأيام الماضية. السبب الذي ذكرته الاتحادية الجزائرية في بيانها الرسمي يقول أن هذا الانسحاب يأتي بسبب النهج الجديد الذي تتبعه الفاف في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر، ويقول البيان بأن الفاف ستركز جهودها من أجل إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر مجددة التزامها الثابت بالمشاركة في تطوير كرة القدم الإفريقية. هذا السبب الذي ذكرته الفاف في بيانها الرسمي، يعني نهج جديد. ولكن السبب غير المعلن والذي يتفق عليه الجميع هو أن السبب هو في سحب الملف المعلومات التي وردت على أن هوية منظمي البطولتين باتت محسومة بنتيجة الكولسة. فهل الانسحاب هو استسلام للكولسة مثلا، لعبة الكولسة، أم هو إدانة للكولسة بطريقة مباشرة على أن الأساليب القذرة ما تزال هي التي تتحكم في قرارات الكاف وليس شيئا آخر، ليس هنالك منافسة شريفة من أجل الترشح لاحتضان هذه المناسبات الكروية الكبيرة.
نناقش هذا الموضوع مع ومواضيع أخرى في الرياضة هذا المساء في كلام مباشر مع ضيفي عبر خدمة أسكايب المدرب كرة القدم والناقد الرياضي حمزة كحلوش. حمزة مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور قادة، تحياتي لك ولكل مشاهديك الكرام. بيك. طيب حمزة، قرار الفاف بالانسحاب من سباق الترشح، هل هو قرار صائب أم خاطئ؟ هل هو قرار واقعي بالنظر إلى معطيات كثيرة؟ وهل أقنعك السبب الذي نشرته الفاف في بيانها بأنه نتيجة نهج يريد المكتب الفيدرالي الجديد اتخاذه، وهو تطوير كرة القدم محليا، أو بمعنى آخر ترتيب البيت داخليا قبل الدخول في منافسات قارية؟ هو ظاهريا ربما يقال بأن الاتحادية بررت انسحابها من أجل التركيز على المشروع الجديد الذي أتى به الرئيس الجديد والاقتصادي، وأكيد هذا ظاهري، ولكن باطنيا أكيد الكل يتفق على بأن الاتحادية الجزائرية وما قامت به اليوم من خلال الإعلان عن سحب ملف الترشح هو أنها ترفض وبشدة التصرفات والممارسات السيئة في الكاف وما تقوم به الكولسة في الكرة الإفريقية، بحيث شفنا أن الجزائر كانت حاضرة في المنافسات الأخيرة، نظمت الكثير من الدورات أهمها الشان الأخير الذي كان مميزا بكل المقاييس، سواء فنيا سواء من ملاعب ومرافق كانت في أعلى مستوى، يضاف إلى حتى أن الحضور الجماهيري كان الأكبر في تاريخ المنافسة التي لم تكن يعني بتلك القيمة الكبيرة حتى جاءت الجزائر وانضمت هذه الدورة وبعدها دورات تحت 17 سنة، ويضاف إليها دورات الدورة العربية والبحر الأبيض المتوسط، يعني الجزائر كانت ناجحة في تنظيم الدورات الكبرى مؤخرا، حتى رئيس الكاف موتسيبي يعني تمنى ما قامت به الجزائر خلال الشان وفي نجاحها الظاهر من جعل تلك البطولة الغير معروفة أو غير يعني التي ليست لها يعني صدى إعلامي كبير، وجعلتها بطولة يهتم بها الجميع، ولكن للأسف بعد ذلك تأتي في الكواليس أخبار بأن البطولة يعني الترشيح ل 2025-2027 قد تم إعطاؤها لدول أخرى، كما أننا نرى أن بعض يعني المسؤولين أو رؤساء اتحادات دول أخرى يصرحون أمام حكومتهم بأنهم تقريبا حسموا تنظيم كأس أفريقيا 2025، يعني هذه ممارسات مسيئة للكرة الإفريقية، وهو ما جعل الاتحاد الجزائري وعلى رأسه وليد صادي من أجل أنه يقوم بهذه الخطوة من جهة أنه يركز ويبعد الضغط على الاتحادية والجزائر من أجل العمل في هدوء من أجل تقديم مشروع جديد، لذلك حمزة لذلك يقول البعض بأن الجزائر كان يجب أن تنسحب يوم تحدى فوزي لقجع الجميع، وقالها في تصريح رسمي بأن المغرب هي التي ظفرت بتنظيم كأس إفريقيا 2025، رغم أن البعض أيضا يقول بأن الجزائر لم تنسحب لأنها أرادت إعطاء فرصة للكاف لتنظيم الأمور، وظهر بأن حليمة لن تغير عادتها القديمة، يعني الكاف هي الكاف، وثانيا أن قرار مثل هذا يعني بحجم الانسحاب كان لابد أن يتخذه مكتب فيدرالي جديد قوي وليس المكتب السابق، الذي تعرف أيضا بأن حتى جهيد سفيزف انسحب لأنه فشل في انتخابات في الكاف. تعقيبا على ما قاله فوزي لقجع، كان من المفروض على الاتحاد الإفريقي معاقبة هذا الرئيس وبلدي على ما قام به، يعني من غير معقول أنك تتكلم على بصفة أنك خلاص كأس إفريقيا ستنظم في بلدك والنتائج ستعلن يوم 27 سبتمبر يعني غدا الأربعاء، فهذا غير مقبول وهذا يعني تصرف يسيء إلى سمعة الكرة الإفريقية. لو كان في قارة أخرى مثلا في أوروبا كان تعرض هذا الرئيس إلى عقوبات هو وبلده، وكان قد يقصي من سباق ترشح، ولكن في إفريقيا عكس ذلك، نرى بأن الاتحاد الإفريقي يعني يؤكد ما يقوله فوزي لقجع، ويؤكد يعني تقريبا كل المؤشرات وكل الأخبار التي ترد من هنا وهناك بأن كأس إفريقيا ستعطى لبلد ما على حساب بلدان أخرى مرشحة إلى حد الآن،
ونتائج تعلن يوم غد الاربعاء 27 سبتمبر. بالتالي هذه يعني ممارسات سيئه جدا، وتم ما قام به الاتحاد الحالي. صحيح قلت هذا بان الاتحاد السابق الذي كان على راسه زبيسو كان يعني في مشاكل كبيره، يعني لم يكن هناك استقرار فيما يخص الجانب يعني الاداري، حتى الجانب الرياضي لم تكن هناك نتائج جيده بالنسبه للمنتخب الوطني. والدخول في معترك انت خاصه في الاول كان لابد من الانسحاب في بدء الامر. الان وليد استدرك الامر في اخر دقائق، وهي رساله قويه للجميع، وهي خطوه مهمه للجزائر، لان نظن بان افريقيا هي من ستخسر الجزائر وليس العكس. لذلك سألتك في بداية الحوار حمزة كحلوش بأنه هل القرار صعب أم خاطئ أم هو قرار واقعي إلى حد كبير، أيضا بالنظر إلى أن هذا المكتب الفيدرالي لن يستمر طويلا، يعني 18 شهر ستكون لديه تركة ثقيلة، لذلك ربما يقول أن هذا النهج الذي يريد أن يتخذه هو نهج جديد ترتيب البيت الداخلي، وبالتالي لا يمكن الدخول في معترك أو في مواجهات مع الكاف بأساليبها القديمة إلا إذا كان مكتب فيدرالي قوي ولديه عهدة كاملة وليس فقط يكمل العهدة. ولكن هل تتوقع يعني تغيير في العلاقات مع الكاف، أن يكون خلال هذا 18 شهر بعض التحركات للجزائر على مستوى هذه الهيئة القارية؟ هل تتوقع ذلك؟ أكيد أؤكد على أن القرار صحيح بالنسبة للاقتصادي، لأنه لو نحسب حتى المدة التي سيكون في هذا الرئيس لن تصل إلى يعني 2025 يوم يعني استضافة كأس أفريقيا 2025، وبالتالي قد لا يكون هو رئيس. الآن ما عليه أن يقوم به وليد أو حتى يعني المحيط الرياضي والدولة الجزائرية هي الدفع برجالات في أروقة الكاف للدفاع وضمان يعني صلاحيات وأولويات الجزائر والكرة الجزائرية في القارة الإفريقية، لأننا أصبحنا نلاحظ في آخر سنوات غياب تام للإطارات الجزائرية في الكاف، وهو ما أثر كثيرا على يعني القرارات وأثر كثيرا على مستقبل الكرة الجزائرية في القارة الإفريقية. أنا شفنا حتى كواليس كثيرة كانت تحدث في مباريات حاسمة للمنتخب الجزائري، تنظيمات يعني كأس إفريقيا الأولى تعطى إلى دول غير قادرة، وقد شفنا مؤخرا حتى كوت ديفوار في آخر مباراة لها مباراة ودية ألغيت المباراة بسبب سوء أرضية الميدان في ملعب هو ملعب جديد تم بناؤه من أجل كأس إفريقيا المقبلة في شهر جانفي. يعني رغم ذلك إفريقيا تعطي أو الكاف تعطي صلاحيات لهذه الدول التي لا تملك ما تملكه الجزائر، وبالتالي على الاتحاد الجزائري أن يدعم إطارات جزائرية من أجل أنها تدخل في معترك وفي أروقة الكاف من أجل ضمان كل الحظوظ الجزائرية. وأكيد الأهم في كل هذا هو المشروع الذي سيقوم به وليد صادي للكرة الجزائرية. هذا المشروع الذي سيقوم به وليد صادي ضمن الأولويات المنتخب الوطني، المنتخب الوطني أيضا يبقى معي حمزة لنتحدث عن أحد النجوم الذين أكدوا وحسموا مستقبلهم الدولي، وهو اللاعب الجزائري أمين قويري الذي يلعب لنادي ستاد ران الفرنسي، حيث نشر مثل ما نشاهد هذه الصورة على موقعه عبر الانستغرام صورته بالألوان الوطنية وتحية الجزائر، ليؤكد ويحسم موقفه بخصوص اختيار الجزائر، رغم أنه كان هنالك قيل وقال وكثرت الكلام حول أمين قويري، حتى أنه عندما تحدث بالماضي عن انضمامه للجزائر عوقب بإبعاده عن مباراتين، رغم أن يعني أمين قويري كان رئيسي أو أساسي عذرا في فريقه منذ بداية الموسم، بعدما قال أنه يريد الانضمام إلى الجزائر تم إبعاده ولم يلعب إلا دقائق قليلة. فالبعض فسر الأمر على أنه عقوبة من طرف نادي رين، وهذا الأمر أكده أيضا المدرب الوطني السابق ناصر سنجاق عن كشفه تعرض أمين قويري لضغوط كبيرة من طرف ديدي ديشان لكي يعود إلى المنتخب الفرنسي
ولا يختار الجزائر. يبدو بأن أميغويري رد اليوم بطريقة مباشرة وقال اخترت الجزائر. ما رأيك في هذا الرد حمزة كحلوش؟ أولا نحن جد فرحين بهذا يعني القرار الذي أكده أمين من خلال ما قاله بالماضي في الطرب السابق، وقال بأن أمين أصبح معنا. الآن أمين يؤكد ذلك، هذا اللاعب هو الحلقة المفقودة في المنتخب الجزائري، حضوره مع المنتخب سيعطي إضافة قوية في الخط الأمامي. أكيد ما يتعرض له أمين غويري هو يعني نفس الممارسات التي تحدث دائما مع لاعبي الجنسية المزدوجة خاصة الجزائرية. أمين هو يعتبر حلقة رئيسية في المنتخبات السنية لفرنسا، وقد شارك في الدورة الأخيرة لكأس أوروبا وكان أحد نجوم المنتخب الفرنسي. وبعد أن قام باختيار الجزائر أكيد هناك ضغوطات كبيرة على اللاعب، حتى أن مدربه جينيزيو لما تم سأله في الندوة الصحفية قال ما رأيك في اختيار أمين للجزائر، هو يعني أرسل رسالة غير مباشرة بأن اللاعب قال أني لا أعلم هل أخطر يعني بصفة رسمية المنتخب الجزائري، لكن هي خيارات فنية. يعني حتى المدرب والفريق لم يتقبل ولم يتجرع أنه أمين غويري يختار الجزائر على حساب فرنسا، وما أدى إليه بعده إلى مباراتين، حيث أن لو نلاحظ إحصائيات اللاعب شارك في 6 مباريات، الموسم الماضي كان أفضل لاعب في الفريق مسجل 17 هدف في كل المنافسات سواء في الدوري الفرنسي أو في الأوروبا ليج. هذا الموسم نفس الشيء، صحيح أن نتائج الفريق ليست مميزة ولكن ليس أمين هو الحلقة الضعيفة، بالعكس هو أفضل. يعني حدث لأمين غويري ما حدث لحسام عوار حمزة؟ بالفعل هي دائما نفس الأمور، تحدث هنا في فرنسا مع لاعبين مزدوجي الجنسية، وأفضل قرار دائما لهذا اللاعبين هم أنهم يعني يغادروا هذا الدوري من أجل تفادي الضغوط. أتكلم في مرة سابقة مع أحد المناجر هنا من أصل جزائري، تكلمنا على لماذا لا يختار لاعبون هنا المنتخب الجزائري وهم صغار، قال لي بالحرف الواحد نحن نضمن لهم الخروج من فرنسا وبعد ذلك سيختارون الجزائر، لأن هناك ضغط كبير في بعض الأحيان نصل إلى عنصرية ضد اللاعبين. يعني لما تتبع اللاعب هو الأفضل في فريقك من دون سبب فهذه تعتبر عنصرية ضد اللاعب، اللاعب لديه خيارات خيارين هو اختار الجزائر لابد أن تحترم ذلك. أكيد أيضا ربما الاختيارات وهجرة أفضل المواهب من أصل جزائرية واختيارها المنتخب الجزائري فرض ضغطا كبيرا على الاتحادية الفرنسية. أفضل حل لهؤلاء اللاعبين هو الخروج من الدوري الفرنسي مثل ما كان مع رابح ماجر عندما اختار الجزائر ولم يجد ناديا في الدرجة الأولى الفرنسية يختاره، ذهب إلى الدرجة الثانية ثم ذهب إلى بورتو البرتغالي وصنع مجدا كبيرا هنالك. طيب حمزة، هنالك خبر آخر بعيدا عن اختيار أمين غويري الألوان الوطنية يرتبط بارتفاع أسهم اللاعب المخضرم ياسين براهيمي، أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للجزائر. ياسين براهيمي يصنع الحدث مع فريقه الغرافة ويسجل الأهداف، رفع رصيده إلى 7 أهداف، وناديه أيضا ينافس على رغم أن البطولة ما تزال في بدايتها. ولكن البعض يقول بالنظر إلى اختيارات جمال بالماضي وبحثه عن القائمة شبه النهائية للمنتخب، بعض التقارير تتحدث على أن إبراهيمي بهذا الأداء يحرج جمال بالماضي، هل تتفق مع هذه التقارير حمزة؟ لما نرى ذلك من نظرة يعني جماهيرية ومن نظرة أحصاء وما إلى ذلك، إحصائيا نظن بأن إبراهيم يستحق فرصة مع الناخب الوطني، بل ربما هو أحد أفضل لاعبي المنتخب حاليا في الدوريات سواء الخليجية أو الأوروبية من حيث الإحصائيات وما يقدمه في كل مباراة. ولكن من نظرة تقنية بحتة بروفايل هذا اللاعب أو يعني صفات هذا اللاعب لا تتناسب مع فلسفة جمال بالماضي. الماضي يحب اللعب المباشر والسريع، اللعب على الأطراف والتحولات السريعة، لكن عكس ذلك إبراهيم نراه بأن اللاعب يحب اللعب بين الخطوط وريتمه بطيء مقارنة بالريتم العام للمنتخب الوطني، لذلك نظن بأنه خيار فني بالنسبة للماضي. ولكن في ظل يعني تراجع مستوى
بليلي وبن رحمه الذي اصبح لا يشارك كثيرا مع فريقه وسطا في المباريات الاخيره، نظن بان ربما قد يستعين به في الجهه اليسرى لخلق المنافسه معه ومع شيبي على الرواق الايسر، لان احصائيات ابراهيمي حاليا هي الافضل بين اللاعبين. في اخر مباراه سجل هدفين من يعني مخالفه مباشره، وهذه يعني الخاصيه نفتقدها كثيرا منذ يعني تقريبا سجل محرز اخر هدف في كاس افريقيا الاخيره. وبالتالي اللاعب وبروفايل هذا اللاعب خاصه يعطيك حلول اضافيه لما تلعب ضد فرق متكثره، خاصه لما نتكلم على كاس افريقيا مثلا سنلعب ضد منتخبات شرسه تلعب يعني بالتفوق العددي وبالبلوك منخفض في الدفاع، ومن اجل انك تحل بلوك منخفض لابد ان تعتمد على لاعبين مهاريين ويستغلون ايضا الكرات الثابته والركنيات. ابراهيمي يستطيع فعل كل ذلك، ولكن قلت واؤكد بان مشكله ابراهيمي وهي بروفايله لا يتناسب وفلسفه جمال بالماضي. الماضي صح. كل يعني كل الابواب مفتوحه لهذا اللاعب لانه يستحق التواجد مع المنتخب. شكرا لك حمزه كحلوش مدرب كره القدم والناقد الرياضي، كنت معي عبر خدمه سكايب، يعطيك صح حمزه، شكرا جزيلا. عليكم. وشكرا للمشاهدين، كلام مباشر انتهى الليلة، نلتقي في الغد إن شاء الله.